يقول حججت وعلى يدين فقمت بسدابه بعد الحج، فهل هذا الحج صحيح؟ نعم الحج صحيح ومقبول إن شاء الله وتبرأ به الذمة، لكن من نعمة الله وتيسيره أن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يوفي الدين قبل أن يحج، لأن الدين سابق، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، ومن عليه دين وليس عنده مال إلا بقدر الدين الذي عليه فإنه لا يستطيع الحج، لكن لو خالف أو حج فحجه صحيح. نعم. بارك الله فيكم.